اوكي، اهلا بكم يا جماعه. احنا كمان معاكم في فيديو جديد مع محمد طايل. اهلا بيك يا كمال. هو فيديو عفوي جدا، لان انا بقيت احب ستايل الفيديوهات العفويه دي، اللي هي بلوم سكريبت، مجرد ان انا حاجه طلعت في دماغي وبعرضها لكم. انا وطايل السنه اللي فاتت كنا احنا الاثنين معانا الايفون، انا كان معايا ال 11 برو ماكس وانت وانا كان كان معايا معاك الايفون 11. بالظبط. احنا كل واحد فينا كان معاه الايفون، والسنه دي مع الاجيال الجديده انا كملت ايفون، بس جبت الايفون 12 وانا كملت نوت 20 الترا، رحت الاندرويد تماما. بس. فهي الفكره بقى، احنا جايين نتكلم في الفيديو دوت بعد ما طايل نقل. انا شايف ان النقل ديت اعتقد في الكاميرات هو هيخسر فيها في جزء كبير قوي. انا معايا هنا الايفون 12 تقريبا في نفس رينج السعر بتاع النوت 20 لو انت الترا بتشتري النهارده مصر تقريبا هتجيب الاثنين في رينج 19000 جنيه بالظبط. بالظبط. النسخه ال 128 في ال مصر بتتباع في الرينج 128 دوت هنا، ومقابل هنا النسخه ال 256 سواء رحت مع الاكزينوس او السناب دراجون. بالظبط. فاحنا دلوقتي صورنا شويه صور النهارده واحنا مسافرين، كنا في السخنه مع شاومي البوكو اكس 3، فهنعرض بقى الصور اللي احنا صورناها ديت ونعلق عليها نشوف فعلا النتيجه كانت لمين احسن، هل الايفون 12 ولا النوت 20 الترا. وهستنى تعليقاتكم تحت عشان انتوا الفيصل في المقارنه دي. جاهز يا كمال؟ يلا بينا. يلا بينا. اوكي، احنا اول صوره موجوده عندنا اصلا في الدي لايت، النهار الطبيعي عادي جدا، باين تفوق فيها الايفون في حته معينه اقول لك الا وهي السماء. بالظبط. انت عندك التفاصيل، السماء الدايناميك رينج بتاع السماء ضاع خالص، فرقع بقى ابيض. الهايلايتس ابل دايما في ابل النوت تظل الترا. ابل تظل واحده من اشطر الشركات في موضوع دايناميك رينج دوت، ان هي تعرف تجيب اكتر حته مظلمه في الصوره وفي نفس الوقت اكتر حته منوره فيها، فشاطره جدا في الحته ديت. ما بس هي برضه كمان في نقطة معينة، هو الهايلايتس أصلا في النوت 20 ألترا في مشكلة، لو أنت خدت بالك هو الهايلايت هنا فرقع خالص، هو ما قدرش يسيطر عليه. مظبوط. تمام؟ لكن بقية الصورة كتفاصيل بالظبط. يعني انا عندي في الناحيه ديت الايفون عارف يجيب التفاصيل بتاعت السحاب والشمس نفسها بشكل بدون ما تكون بلون اوت او تكون بالظبط فلقعه او كده، ولكن باينه وحشه خالص. التفاصيل بصراحة يعني أنا لحد دلوقتي مزوم في النوت مش شايف أي مشكلة خالص. تقريبا التفاصيل قريبين هما الاثنين قريبين مع جدا بعض، من بعض او في الصوره دي، تقريبا هما الاثنين مش فارقين كتير عن بعض. يمكن ولكن اختلاف بقى الالوان نفسها. ننقل الصوره الالترا وايد، ننقل الصوره الالترا وايد. للامانه معلش عندي اكتر الوان مظبوطه اللي انت شايفه، اللي عندك انت في النوت 20 هو الترا معدل عليه، عامل تنت شويه السما. السما لون السما باين فيه قوي الزرقان بالظبط، شكل مش حقيقي دوت، مش شكل سما. انت مش بتبص فوق بتلاقي ان السما عندك مزرقه قوي كده. ولكن يا كمال برضو ارجع لحته تاني، الديناميك رينج هنا في سامسونج يختلف شويه، ان السما من هنا الهايلايت فيها فرقع شويه عكس السحاب هنا قدر يظبطه فعلا في مساله السامسونج. مش عارف ان هو فرقع على قد ما هو منور ما هو زياده، منور بس زياده مش الهايلايت عالي قوي، ولكن في في حته سامسونج فعلا. طالعه مظبوطه جدا يعني الحمد لله المره دي هنا الصوره اتعكست. فهي في الاخر بترجع طبعا للتوقيت نفسه اللي انت بتاخد فيه الصوره بالظبط. يعني ممكن تصور صوره تانية بنفس الموبايل يقلب لتفاصيل تانية خالص. بالظبط. اوكي، الصوره لشخص عادي، ما هي مش على وضع البورتريه، بس هي صوره لحد اللي هو يا باشا من غير اي تفاصيل انا هسلم السكين تون يشهد ليها الايفون في كل الاحوال، اعظم موبايل بيعمل سكين تون كمان. الصوره كمان حتى بعيدا عن السكين تون نركز على التفاصيل، اعتقد التفاصيل عندي لا بص التفاصيل واحده تفصيل مش فارقه. مشكلة. لما الواحد عمل زوم السكين وباص تون بصراحه قوي مش مش فارقه. فارقه. بس اقول لك على حاجه، عشان الموضوع برضو ان السكين تون دوت تحس ان هو ظابط في الشعر، عندي شعري باين فيه التفاصيل اكتر. احسن. طبعا انت عندك مغمقه بسبب الالوان مش بسبب قله الالوان التفاصيل. بالظبط كده، هي الفكره في معادله الالوان في سامسونج دايما، ما لقيتش اي موبايل اندرويد حتى الان في 2020 و2021 قادر يجيب نفس السكين تون اللي بتطلع من الايفون. بالظبط. دي رغم ان انا حته تانيه خالص. بلاحظ ان الناس بتعترض شويه على الايفون في فكره ان هي بتبقى وورم شويه الصوره، دايما بتلاقي كوميكس بتنزل على الموضوع دوت، بس حاسس ان ده هو الاقرب للحقيقه والشكل اللي بيبقى فلاترنج اكتر واللي مريح للعين اكتر بالنسبه لاي انسان. هو بيطلعك زي ما انت يعني، فكره الايفون ما تنتظرش منه صوره جماليه، لو انت عايز تعمل ايديت تقدر تروح للبرامج بقى بتعمل ايديت او من على الجاليري نفسه بتاعه تقدر تعمل ايديت، ولكن الفكره ان هو بيطلعك الصوره زي ما هي بالظبط. لون الصخره عندي برضه هو مظبوط اكتر عن اللون معاك، عندك، ولكن السما عندك انت اجمل فيها تفاصيل اعلى شويه. مظبوط. ال 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 السحابه نفسها والغيام باين عندك انت اكتر وطالع مظبوط قوي، عندنا هنا تقريبا ضايع في لون السما الازرق كعاده سامسونج برضه. رغم ان انا حاسس ان انا في الصوره اول لما تلمح الصوره عندك انا حاسس ان في اوفر شاربنس عندك مثلا، او التفاصيل باينه زياده عندك انت زياده شويه بحكم الكاميرات، ولكن لما تيجي تبص تحت كشكل هتبان اكتر الصوره. بقى. بص هنا تحت الصوره عندنا مظبوطه اكتر، اللون هنا مظبوط اكتر، في تفاصيل اكتر.
تحت نفسها في مظبوط. الجزء من ناحية اللي هو التفاصيل، الأزرق من نفسه. ناحية التفاصيل، من ناحية التفاصيل انت تكسب في الحتة ديت. الايفون عندي مش جايب نفس التفاصيل النوت 20 اللي بالظبط جايبها، بس في المقابل شكل الصورة بتاعت النوت 20 اقل من الصورة بتاعت الايفون في ناحية الالوان. بالظبط كده، بسبب المعادلة برضو الصعبة بتاعت لون السماء. بالظبط. يعني لون السماء بيفرق قوي. لو نقلنا على الصورة الالترا وايد، ننقل على الصورة الترا وايد. بالظبط لا التفصيل انت هنا صورتك تكسب عندنا، النوت يكسب بشكل كبير قوي. عندك برضو السماء فرقعت شوية، بالعكس انا شايف ان لون السماء عندي الشكل بتاعها واقعي، السحاب كان عامل كده. انت هو عندك واقعي اللون، بس فرقع شوية. اللون عندك انت مزرق زياده عن الحقيقه، برضه نفس الفكره. هو في زيادة، في زيادة في تشبع الألوان في بالظبط. الكونتراست الصوره وكده، عندي الالترا وايد شكلها فلاتنج اكتر، مريحه اكتر. انا حاسس ان هي ككاميرا تعتبر افضل. بس برضو في التفصيل حاسس ان النوت شوية يكسب لو في تيجي زيادة تعمل في زوم التفصيل. على الشجره اعتقد الاثنين برضه لا قريبين، مش حاسس ان الفرق ما بس هو لا اللي في صالح فرق شوية. النوت. انا هنا مزوم اكتر. ادخل على طبعا الزوم. طبعا الزوم، الزوم انا اصلا ما عنديش، انا دلوقتي بستعمل ايفون 12، فاللي هو اخيرا ما اعترف فيهوش، بالهزيمة. هو ما فيهوش كاميرا تليفوتو، فاحنا مصورين احنا الاثنين على 5 اكس. هو بقى بيعرف يعمل لحد 50 اكس اصلا، انا 5 فهو اكس موبايل مخصص اعلى للزوم حاجه اصلا، عندي. هو موبايل مخصص للزوم كمان. ما هو بصراحة في الحتة دي يكسب. يمكن هنعرض شوية صور برضو ممكن الناس تقدر تشوفها من خلاله. انت معاك حق في النقطه ديت. الموبايل عندي لما تيجي تبص الناحيه بتاعت الزوم مش هيقدر ينافس صد الموبايل السامسونج النوت 20 الترا. بس اعتقد لما ايفون تنفذها هيبقى لنا كلام تاني. مع البرو، مع النسخه البرو. بالظبط هيبقى لنا كلام تاني خالص. بمناسبه حاجه الكلام التاني اصلا، فستيل برضو النقطه اللي بتتفوق فيها ابل بفرق كبير جدا عن اي حاجه هي الصور، الفيديوهات، الفيديوهات اللي بتتاخد بالكاميرا الخلفيه بتاعت الموبايل. مفيش موبايل بيعرف يصور دلوقتي بفيديو بالجوده بتاعت الايفون، سواء الستابلايزيشن، سواء الجوده بتاعت الالوان، سواء الطبيعيه. باستثناء الصوت، الصوت في السامسونج اقوى. الصوت في سامسونج عندك اقوى، بس لما تيجي مثلا تتكلم ان انت هتصور فيديو لحاجه زي يوتيوب مثلا، عايز حاجه بروفيشنال في التصوير، انا شايف ان كالوان وكصور الايفون يقدر كصوره فيديو تعتمد عليه اكتر. طبعا، ولكن كبقى كصوت مثلا معين عايز تعتمد عليه لو مفيش اي مايك حواليك ومحتاج تسجل فيديو سريع، النوت يكسب في الحته دي عن تجربه. انا صورت بيه فيديو كامل عندي على الشانل. اوكي ديت اول صوره تقريبا كده في اللايت، في بالليل، بالليل بالظبط. عامه يعني الصوره مش التصوير متاخده، بالليل. الصوره مش متاخده بالنايت مود، هي صوره الوضع عادي، لان انت في عندك كذا مصدر اضاءه ما خلاش الكاميرا عندي تفتح النايت مود. طبعا انا عندي مش بقدر اتحكم فيها قوي في الايفون، مش بمزاجي. النايت مود اوتوماتيك، وانا بالظبط كمان عندي اوتوماتيك، ولكن عندك خيار ثابت ان انت تقدر تدخل تفتحه من جوه وتثبته على وضع النايت مود. الايفون انت مجبر ان هي تطلع يا لوحدها يا ما تطلعش لو هو شايف معلش ان بقى، الدنيا ما هي كويسه. الحيثيات دي هي دي اللي بتفرق يعني. انت واخد تفاحه مقطومه. انا شايف ان النوت 20 الترا يكسب بصراحه. انا مش هعارض كتير في الحته ديت، لان لما هو فعلا في باجي التصوير اعمل، لما الليلي باجي اعمل زوم عندي انت بالظبط، عندك مظبوط اكتر، انت بالظبط عندك ظابط الحته ديت احسن. حتى اللون نفسه كمان يعني. بص الصوره اللوك نفسه بتاع الصوره اصلا انت تحس ان هو في السامسونج مفيش نويز، الشادوس مظبوطه جدا لدرجه ان هو مش مطلع نويز اصلا في الصوره. الصوره هي اللي بالنايت مود عندي، دي بالنايت مود. اوكي عندك منوره اكتر بكتير بكتير من قوي. عندي، ودي فكره يا جماعه الايفون نفسه ان هو ما بس بينورش الصوره، ما بيحولهاش من ليل لنهار. بالظبط. انما لما تيجي تبص للمنظر في الحقيقه قدامك كان عامل ازاي؟ لا كان مظلم. كان مظلم، وهو اوكي الشكل هو تقريبا نفس الشكل بتاع الايفون بالظبط في الحقيقه دوت اللي انت شايفه قدامك، ان الدنيا هو بينورها شويه عشان تبقى شايف تفاصيل احسن، بس بس ما هي بيعلاش ما على بيعلاش تليفونات تقيله قوي زي الاندرويد عامه يعني. لو الاندرويد. رحنا للبيكسل او النوتات او حتى الواوي، كل الاجهزه دي كلها على بعضها بتحاول تظهر التفاصيل بشكل اللي هو يحاول من ليل لنهار. في ناس بيعجبهم اللوك ده ان هو يتحول من ليل لنهار، وفي ناس تانية تميل للاسف للشكل لا. الواقعي اللي هو بيطلعه فدي الايفون. اكتبوا لنا تحت في الكومنتات بقى انتوا اللي هتحكموا عليها. في نقطه مش هيبقى في حكم عليها قوي، لان دي بصراحه سامسونج برضه بتكسب فيها، انا التفصيل معترف جدا، هي التفاصيل. لما بتيجي تعمل زوم على النخله مثلا، انا في جزء عندي تحس ان هو عمل فيه عزل بلار. وباظ. بالظبط. بالظبط، اللي هو ليه عمل عزل هنا اصلا في بص الجزء انا دوت لاحظت في اكتر من مش صوره يعني، حتى متفاهم. من غير بالظبط الصور اللي احنا عرضناهم ليهم، ان الايفون بيعمل بلار على حتت معينه انت ما بتبقاش قاصدها بسبب الذكاء الاصطناعي. الصوره ديت الترا وايد اوكي بالجهازين سواء عندك او عندي. اللون الاصفر مبدئيا عندك هو الواقعي، مظبوط اكتر، مظبوط الواقعي اكتر بالظبط. وليت انا مستغربها، لان تقريبا في كل الكلام اللي احنا كنا قاعدين بنتكلم عليه كان الايفون هو اللي بيختفي في حته الالوان، الالوان، ولكن انت الموضوع عندك مختلف. المره دي اختلفت، حصل العكس بالظبط. حتى في التفاصيل برضو ستيل التفصيل التفصيل لما في تيجي تعمل السامسونج عندك على الشجر، انت شايف تفصيل الشجر بالظبط. هنا فكره تحس في بلور برضو يعني، مش عارف ليه. فكره ان انا ما عنديش كاميرا تيلي فوتو اعتقد دي بتاثر شويه في التفاصيل ولا بتاعت معالجه؟ الصوره. ما هو هنا عامل بلور، ليه بيعمل بلور يعني؟ انا شايف ما عنديش سبب منطقي ليه انا شايف ان هو بلير، او ناحيه ان هي بيعمل عزل مثلا للصوره. اعتقد هي بسبب ان احنا بنبقى مشغلين نايت مود في الوضعيات ديت، ان انا عندي مش عارف يظبطها قوي مع حركه النخل من فوق.
عشان كده بتبص في حتة تانية لما بيكون فيه هواء. بالظبط، النخل بيتحرك يعني الايفون عايز جسم قدامه ثابت عشان ما يقدرش يعمل زي فكرة العزل، ما تحسش. وكمان انا حاسس ان هو بيبقى عزل يدوي، فاكر انت العزل بتاع زمان لما كنا بننزل تطبيقات عشان يعمل عزل بالظبط، اللي هو جاب حتة من الصورة باينة وباقي الحتة فيها على بلار كده يعني. اللي عندي انتصار كبير قوي السيلفي في الليل تحديدا كمان هنا. اه هات الصورة بتاعتك اللي كان باين فيها تفوق صريح. بالظبط، باين فيها قوي سواء القميص نفسه عندي باين فيه ان هو مش تفصيل الوش كمان. تفاصيل الوش باينة جدا، شعري باين، شعري باين، درجته مختلفة عن السماء اللي غامقة حواليا. انت عندك حقيقة. مش باين الحته دي، انا شعري دخل في السواد اللي ورايا، هو ما طلعش اي تفصيل، ما بقاش باين بالظبط اي يعني تفصيل. خدوا بالكم يا جماعه، انا معترض اصلا على ان ازاي يحصل يعني زي داون جريد كده ما بين 40 ميجا بكسل في الاس 20 الترا ويجي في النوت 20 الترا يحط لك 10 ميجا بكسل بس. فدي في حد ذاتها بس برضو بس انا مشكله مفهوم نقطه يعني. زي كده انا اعتقد سببها الرئيسي هو معالجه سامسونج للالوان، لان خلينا صريحين الكاميرا الاماميه بتاعت الاس 20 الترا برضو يعني لو جيت تصور بيها نفس الصوره ديت هتلاقي ان الكاميرا الاماميه برضو ما بتبقاش مطلعه بس اكتر بتدي تفاصيل تفاصيل اعلى بشكل شويه من يعني، ممكن لحد اجيب بس ما وصلتش للليفل بتاع الايفون برضو لا في الصوره ديت. لا كتفاصيل لا، يعني احنا اتفقنا الكاميرا الاماميه بكل صراحه تخسر في السامسونج نوت 20 الترا، خصوصا كمان ان السنه دي خلي بالك ان الايفون 12 اتضاف فيه نايت مود في الكاميرا في الكاميرا الاماميه، فبقى يعرف ياخد لك صوره كاميرا هو هنا في كمان نايت مود، لا بس الفكره ان انت لو بتصور خارج النايت مود لا هو الايفون يكسب في الكاميرات الاماميه، فاحنا مش هنحط صور اكتر من كده ان هو كمال يكسب في الدرجه دي. استنى انا اسمع منكم في الكومنتات ايه رايكم في انهي كاميرا هي الاحسن، او انت كمان لما تيجي تشوفها عندك على شاشه واحده وتيجي تبص هتلاقي في حته تعمل لك فيها زوم بحيث ان انت تشوف التفاصيل كويس جدا تقدر تحكم بشكل افضل ايه الموبايل اللي انت ميال للكاميرا بتاعته، وفي نفس الوقت برضو اللوك بتاعك احنا اتفقنا ان اللوك بتاع الجهازين مختلف تماما ومعالجه الالوان، فهو برضو الفكره ان احنا حابين نعرف زي استطلاع راي من الناس اني لوك بيميلوا له اكتر، يعني المستخدم العادي مش البروفيشنال كمان بيحب يطلع من جيبه الموبايل يلقطها يخلي الصوره يرفعها على السوشيال ميديا، صح معظم غير البروفيشنال شويه بيحب ياخد الصوره بيور ويبدا يأديت فيها والتفاصيل بتاعتها. ضيف على كده معظم الناس بتحب مثلا لما تيجي تصور صور على انستغرام نقطه طبعا الاندرويد والاي او اس في الانستغرام فرق السما والارض طبعا لسه مجرب لسه مجرب الحته دي مشكله في الابلكيشن نفسها بتاعت السوشيال ميديا ان هي مش بتعرف تتعامل مع الاندرويد بنفس الطريقه اللي بتتعامل بيها مع الاي او اس، دي حقيقه، فالاي او اس بيعرف يطلع تفاصيل احسن بكتير جدا دي حقيقه، وانا بعاني من الانستغرام انت ديك شفت يعني مش عارف اصور صوره قدام المرايه يا جماعه بالظبط حبيبي كمان بس كده. فانا انبسطت بالفيديو ده، انبسطت ان احنا طلعنا مع بعض اخيرا في القناه، ف يعني هنتظر الفيديو الثاني بس اكيد مش هيبقى في السخنه، هيبقى مرتب له بشكل افضل بكتير جدا، نعمل بقى مقارنه ما بين الاي او اس والاندرويد كم. لان انا هنا بقى عندي اعتراضات كتير قوي في اسباب جوه السوفت وير خلتني ابعد على الاي او اس. طبيعي الاي او اس في مشاكله وفي حاجات الغبيه اللي فيه ديت انا مؤيد ليها، بس كتجربه كامله خلينا نتكلم على التجربة كاملة في الفيديو بتاعك. استنى الفيديو جاي خلاص ماشي، هسيب لكم في الديسكربشن بتاع الفيديو دوت القناة بتاعت محمد طيب بحيث ان انت تقدر تتابعه بعد كده، ولما نطلع في الفيديو مع بعض نعمل فيديو هناك بقى فلازم اتفرج عليه اتفرج عليه وبس كده. كالمعتاد كان معاكم احمد كمال من ايكي ريفيو مع محمد طيب، واستنوني في الفيديو الجاي. سلام.